السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل الامتحان الثالث، بيج 30 صفحة 30. نبدأ بسم الله تعالى. listen and write true or false. استمع واكتب صح وخطأ. number one, I am doing research about eagles. أنا بقوم بأبحاث حول طبعا النسور. false. number two, chameleons can change color. الحرباء يمكنها أن تغير لونها. true. number three, chameleons have no eyes. يعني الحرباء ليس لها عيون. false. number four, chameleons can see all around. يعني الحرباء تستطيع الرؤية في كل مكان. true. بعد كده number two, read and complete the text with the words in the box. اقرأ واكمل النص مستخدما الكلمات المساعدة. seat معنى مقعد. need يحتاج helmet خوذة. green أخضر. طبعا عندي هنا بيقول لي you are when you are on the road. عندما تكون على الطريق. it's important to safe stay safe. طبعا من عندما تكون على الطريق من المهم جدا ان انت تبقى امنا. you need space light to cross the road. نحتاج ايه عشان طبعا ضوء اخضر؟ يبقى green light to cross the road، لتعبر الطريق. use space to look left and right before crossing the road. طبعا انت بحاجه لايه قبل عبور الطريق؟ حاجه تبص يمين ويسارا قبل عبور الطريق. طبعا بحاجه الى ايه؟ you need. number two, need. بعد كده بيقول لي كمان you need a space belt. يبقى طبعا انت محتاج حزام امان، يبقى seat belt. seat حزام امان. in your car في سيارتك. you need a helmet. محتاج كمان خوذة. in your bike في دراجتك. سؤال التوصيل بيقول لي read the match and the match with A with B. اقرأ واصل العمود A بالعمود B. what are you doing؟ الإجابة عندي E. طبعا الإجابة عندي E. بالE بتقول we are cleaning up the beach. طبعا ماذا تفعل؟ قال له احنا بننظف الإيه؟ الشاطئ. we are cleaning up the beach. سؤال number two, we went to the beach last weekend. ذهبنا إلى طبعا الشاطئ نهاية الأسبوع أو طبعا العطلة الماضية. الإجابة عندي E. we swam in the sea and caught a big fish. طبعا سبحنا في البحر واصطدنا سمكة كبيرة. number three, Egyptian people. الناس المصريين are. الإجابة عندي B. very friendly ودودين جدا. سؤال number four, you should be careful. يجب أن تكون حريص. الإجابة عندي C. when you go online. عندما تكون عبر الإنترنت. بعد كده عندي النص بيقول لي read the text. اقرأ النص and answer the question. ولا بس هنا بيقول لي my name is Salm. اسمي سلم. There are many festivals in Egypt. يعني هناك العديد من المهرجانات في مصر. My favorite festival is شم النسيم. يعني مهرجان المفضل شم النسيم. It's the oldest Egyptian festival. إنه أقدم طبعا مهرجان مصري. It comes the day after Coptic Easter. إنه طبعا يأتي بعد عيد الفصح القبطي. I love it because I go with my family to park to the park. أنا طبعا إنني أحب ذلك لأنني أذهب مع عائلتي إلى الحديقة. I ride my bike at the park. طبعا أركب دراجتي في الحديقة. My brother flies his colorful kite. وأخي طبعا يطير طائرته الورقية الملونة. We ate salted fish and onions. نحن نأكل طبعا نأكل سمك مملح وبصل. We color eggs ونلون البيض in different colors. ونلون البيض طبعا لألوان مختلفة أو نلون البيض بألوان مختلفة. We have a great time. نحن نستمتع بوقتنا. بعد كده عندي بيج 31 31. شو ذا كوريكت وورد. اختار الكلمة الصحيحة. سلمس فيفورت فيستيفال. مهرجان سلمى المفضل بيكون طبعا شم النسيم. فاش طبعا عيد الفطر ورمضان وعندي هنا عيد الأضحى. نمبر 2 شم النسيم إذا طبعا فيستيفال عايز يقول يعني إن هو أقدم مهرجان مصري يبقى ايجيبشن فيستيفال أولدست. أنسر ذا فولو كويستشن واي دوز سلمى لاف شم النسيم. ولماذا تحب سلمى شم النسيم؟ من القطعة الإجابة هتكون هي طبعا بتقول أنا بحب شم النسيم because I go with my family to the park. طبعا بنذهب مع عيلتي للحديقة. يبقى دي الإجابة هنا. يبقى عندي ممكن نقول because she goes with طبعا her family مع عيلتها. سؤال نمبر 4 what do they eat at شم النسيم. ماذا يأكلون في شم النسيم؟ من القطعة برضو السطر اللي قبل الأخير بيقول لك we eat salted fish وبناكل طبعا سمك مملح and onions وبصل. دي رقم 4. we eat salted fish and onions. بعد كده الترتيب. السؤال نمبر 1 بيقول لي these are two big shoes.
يعني هذا الحذاء بيكون طبعا كبير جدا. الحذاء طبعا استخدمنا الزيس عشان الحذاء بيتكون من جزئين، فبيعامل معاملة الجمل. These are two big shoes. Number two, where did you go last Friday? أين أنت أو أين ذهبت last Friday الجمعة الماضية؟ That's فعل فعل مساعد، فاعل فعل في المصدر وباقي الجمل. Number three, we played pass the parcel. يعني إحنا لعبنا طبعا لعبة تمرير الطرد. بعد كده عندي في بانكت ويت ذا فولوينج علامات الترقيم. اللي طبعا عندي هنا ال N بتاعت نايل، وعندي question ايه مارك. How many branches does the Nile have؟ كم عدد طبعا الفروع نهر النيل. بعد كده بيقول لي اكتب باراجراف عن عيد الفطر. هنا كحك ومديني هنا كلمة family. عيد الفطر is a Muslim festival، يعني عيد الفطر بيكون مهرجان اسلامي. We eat كحك to celebrate عيد الفطر. احنا بناكل طبعا كحك لكي نحتفل بعيد الفطر. We say عيد مبارك، احنا بنقول طبعا عيد مبارك. To each other لبعضنا البعض. We spend the time with our family، كمان بنقضي ايه وقت مع مين؟ مع عيلتنا. ممكن كمان ممكن نقول ال people، الناس go to the mosque، يسوي بيروحوا للجامع او المسجد. and spend time، بيقضوا وقتهم spend time with their families، with their families، مع عائلتهم. ممكن نقول كمان they eat delicious food، احنا بناكل طبعا طعام لذيذ. and have fun، ونستمتع. and have fun. عذرا، يبقى تاني. عيد الفطر is a Muslim festival. We eat كحك to celebrate عيد الفطر. We say عيد مبارك to each other. We spend the time with our family. People go to the mosque and spend time with their families. They eat delicious food and have fun. وبيستمتعوا. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو ينال على إعجابكم، وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.